تحس ان احنا يعني كنا نفسنا نشوف اداء افضل من كده، خصوصا ان احنا عارفين يا كابتن زكريا ان الـ النادي الاهلي مستوى افضل من كده بكتير جدا. عايز اقف عند الفرق ما بين الاداء الجماعي والاداء الفردي. الاداء الجماعي مش كويس، الاداء الفردي لبعض اللعيبه او لكتير من اللعيبه لما تيجي تشوف وظائف كل اللعيبه تلاقيه بيأدي. ما تقدرش تقول محمد هاني، ايمن اشرف، سعد سمير ادوا اداء وحش، ما تقدرش تقول عليهم وحشين، اذا دفاعيا كانوا كويسين. انما اقف عند علي معلول ما اداش الاداء الهجومي المطلوب منه. ليه؟ هو ده السؤال بقى. هل ما هو هنا بقى بنقف عند هل نصرتي مش طالب منه يزيد كتير؟ انا شخصيا انا شفت في كده، انا مش فاكر له غير عرضيه واحده شفتها، ويمكن الهجمه دي انا شايف ان دي احسن هجمه للنادي الاهلي. ما جاتش جول، جت انتهت بتسديده السوليه، لكن هتلاقي الاهلي في الدقيقه 59 عمل مجموعه تمريرات من الشمال للنص لليمين لجيرالدو، لو نقدر نشوفها. جيرالدو فات وعملها بالعرض، اتردد بعد كده للسوليه شاط. دي هجمه تحس ان النادي الاهلي هنا فيه اداء جماعي، ده ما اتكررش كتير، ما شفناهوش كتير. شفنا اوفر بيتلعب، مروان بيحاول يجيبها بالهيد، انما مش هجمه فيها الاداء الجماعي، فيها بناء هجمه، فيها تحويل لعب من الشمال لليمين، فيها تمرير متقن، فيها تحرك من غير كوره. ده كان قليل قوي، ما شفناهوش كتير على النادي الاهلي. انما تقدر تقول، ما تقدرش تقول حسام عاشور وحش، لا ادى، وخصوصا ان هو جاي من غياب طويل. السوليه هي كابتن مع حضرتك دي دقيقه 59، هي قبل ما توصل لجيرالدو ويفوت انتهت هجمه كويسه، حوالي 9 او 10 تمريرات من الشمال لغايه اليمين لغايه ما انتهت بالشكل ده. هنا جيرالدو كان لسه نازل فريش، تغيير اوكي، جايز التوقيت ممكن يبقى بدري شويه، انما هنا رمضان اوكي كله بيشارك في الهجمه، حتى عدد اللعيبه 5 لعيبه جوه ال 18 عدد كويس قوي لهجمه منظمه، بس ده مش شفناهوش كتير. اللي تشوفه كتير انك تلاقي النادي الاهلي جوه ال 18 بيسدد كتير، كرات عرضيه كتير، كرات ثابته فيها خطوره، ده كان قليل جدا قليل جدا. اللعيبه بقى قلقانه من الملعب، اللعيبه خلي بالك المطر في الملعب مسبب تقل في الجري، احنا قاعدين بنتفرج، انما جوه الملعب وانت عارف، بس احنا شفنا يا كابتن الحاجات دي كتير، معدل الجري بيقل، ما تقدرش طبعا تقاوم. ما ده اللي انا بقوله، مخزون الطاقه عادي. مخزون الطاقه عندك ما تقدرش تقاوم بيه 90 دقيقه. انما لا زال النادي الاهلي كان لغايه الدقيقه 86 اللي قال عليها عادل في كره ازارو كان ممكن يجي جول، وبالتالي الجيم ما تقدرش تقول ان السيناريو بتاعه ان الاهلي بيقدر ان هو او لازم ان هو يكسب او كان ممكن. كان ممكن، لان الزمالك ما عندوش دوافع للفوز خالص. بتيجي فرص، بتيجي تسديدات بره ال 18 وكره واحده لاحداد اللي هي كان ممكن تبقى فرصه هدف. نعم تمام كابتن عادل، برضو يعني على الجانب الاخر